الخاص هنا بانطلاقة وتحديات الإذاعة هنا. إذن انطلاقاتهن وتحدياتهن هنا في مسيرة هذه الأشواط. شوط خاص بالبكار هنا الذي ينطلق هنا بتحدي، ينطلق بالإثارة، ونسير معكم مع صدارة هذا الشوط. والماهر هي المنطلقة من هجن الشحانية، فاران بن محمد بن قريع المري في التضمير من تأتينا على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني الشاهينية من هجم الرئاسة، يتابعها سعيد بن مظفر بن محمد العامري من تأتي بهذه الانطلاق والقادمة هملولة القادمة هنا من هجم الرئاسة. سلطان بن محمد بن سالم نهيبي في تضميرها تأتينا على المركز الثالث. الشاهينية في المركز الرابع هنا من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي على رابع المراكز. والمركز الخامس المنطلقة سيوف على المركز الخامس لسعادة الشيخ سلطان بن قاسم بن فهد بن قاسم آل ثاني، راشد بن علي بن سعيد البريصي من يتابعها المري هنا على المركز الخامس وسادس المراكز. تأتي مزون على سادس المراكز هجن الشحانية هنا الذهبي سالم بفران المري من يتابعها في هذه الانطلاقة والقادمة هملولة. هجم الرئاسة بمتابعة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي في التضمير من تأتينا هنا على المركز السابع متسللة بدورها ثامن المراكز وتاسعه. هنا يأتينا هنا الشاهينية، والشاهينية يأتينا بهذا الانطلاق لهجم الرئاسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وعاشر المراكز الشاهينية من هجم الرئاسة بمتابعة العملاق العينوي هنا سعيد بن مظفر بن محمد العامري من يتابع هذا الانطلاق. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، ذعناها على حضراتكم. لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى صدارة، لنا عودة إلى المقدمة إلى المركز الأول صدارة هذا الشوط. والماهر الماهر المنطلقة على صدارة على المقدمة والمركز الأول. هجن الشحانية هي المنطلقة هنا على المركز الأول. فاران بن محمد بن قريع هنا من يتابعها على المركز هنا الأول، والصدارة الشاهينية القادمة على المركز الثاني هنا من هجم الرئاسة. سعيد بن مظفر بن محمد العامري من يقدمها بمظفر هنا، ومن قدم التوقيت الأفضل في هذا الصباح هنا بهذه الانطلاقة وبهذا التحديات هنا الجميلة. بينما هملولة قادمة ثالثا وهملولة رابعا هنا هجن الرئاسة. سلطان بن محمد بن سالم نهيبي في التضمير، والقادمة سيوف، سيوف المتسللة من مركز إلى مركز هنا في خامس المراكز لسعادة الشيخ سلطان بن قاسم بن فهد بن قاسم آل ثاني، وراشد بن علي بن سعيد البريص المري من يتابعها على المركز الخامس. سادس المراكز الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي، والقادمة مع منتصف المسافة القادمة في هذه اللحظات مزون، مزون المنطلقة باحثة عن الفوز وعن الناموس هنا في هذه المسيرة هجن الشحانية. ويتابعها في التضمير هنا سالم بن فاران المري في متابعة هنا وانطلاقة مزون. الوصول من الشاهينية، والشاهينية هنا هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في التضمير، والقادمة القادمة في هذه اللحظات هنا على أيضا الشاهينية هجن الرئاسة قادمة بهذه الانطلاقة هنا مع سعيد بن مظفر بن محمد العامري، والشاهينية هجن العاصفة هنا بمتابعة غياث الهلالي القادمة ذا الانطلاق وفي هذا التحدي الرائع الجميل هنا على عاشر
المراكز. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، ونعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، والتغيير الذي طرى وجرى على الصدارة والمقدمة هو هملولة. هملولة من غيرت إلى الصدارة إلى المقدمة واندفعت في صدارة هذا الشوط. هنا من هيجن الرئاسة يتابعها العملاق سلطان بن محمد بن سالم اللوهيبي، وهناك الماهر من هجن الشحانية بمتابعة فاران بن محمد بن قريع المري ثانيا، والمركز الثالث الشاهينية على المركز الثالث. هنا هجن الرئاسة ومتابعة سعيد بن مظفر بن محمد العامري، هنا يتابعها العملاق العيناوي. هذا الانطلاق القادمة 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 المتسللة في هذه اللحظات الشاهينية، هجن الرئاسة وكذلك الشاهينية أخرى هجم الرئاسة. هنا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري بالتضمير، والقادمة القادمة هنا هملولة هجم الرئاسة، سلطان بن محمد بن سالم لهيب الشاهينية هجم العاصفة، مع غياث الهلال قادمة الشاهينية هجم الرئاسة، سعيد بن مظفر بن محمد العامري يتابعها. هنا القادمة القادمة هنا الغارية قادمة هجم الشحانية، جار الله بن محمد بن عقيل المري في تضميرها، والعين العين العين لسمو شيخ الذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عوض بن مبارك المهيري في التضمير. الله الله، هنا بدينا بصراع بدينا بصراع يا الله في هذه الانطلاقة وفي هذا التحدي، ولكن هنا الصدارة صدارة مع هملولة، هنا مع الكيلومتر الأخير هملولة هملولة على صدارة، هملولة على المقدمة وعلى المركز الأول هجن الرئاسة. هنا سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي هو الشاهينية، هجن الرئاسة يتابعها في التضمير. هنا المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وهناك الغارية هجن الشحانية، البرنس جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل في التضمير، والشاهينية هجن العاصفة غياث الهلالي، وتأتينا الشاهينية هنا هجن الرئاسة، مع هنا سعيد بن مظفر بن محمد العامري، ولكن الشاهينية الشاهينية هنا تنطلق بهذه اللحظات، تنطلق بالصدارة بالمقدمة وبالمركز الأول هجن الرئاسة. هنا المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من تنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، مندفعة بالمقدمة وبالصدارة. هنا تهانينا لهجن الرئاسة، مرة التاسعة بهذا الصباح الجميل، وها هو المجازف ياتينا هنا ايضا بثامن نقاطه هنا في صباح هذا اليوم. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، تهانينا لداعم هذا الشعار هنا على هذا الفوز المميز الجميل وملاكه. المركز الثاني وصلت الغارية هجن الشحانية، المركز الثالث الشاهينية هجن العاصفة، هملولة من حلت على المركز الرابع، وكذلك المركز الخامس هنا تاتي الشاهينية هجن الرئاسة. إذا رابعا وخامسا نعود مع التوقيت الزمني، مع التوقيت الزمني هنا ولحظة وصول إذا الشاهينية معلن الفوز والناموس هنا بتسع دقائق أربع ثواني أربعة من الأجزاء من الثانية توقيتها الزمني. تهانينا وناموس هجن الرئاسة على هذا الفوز المميز، شكرا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري الغارية، حلت ثانيا بتسع دقائق هنا أيضا وثمان ثواني وأربع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس وست ثواني وثمانية من الأجزاء من الثانية، نعم لهجن الشحانية بقيادة المضمر هنا أيضا جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل، ست دقائق تسع دقائق سبع ثواني بالوفاء والتمام. توقيت الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي، تهانينا والناموس، تهانينا لجميع الفائزين.